بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم بطيخة بطريقة سهلة خالص، وان شاء الله هكمل معاكم مجموعة خضروات والفواكه برضو، ونعمل كل فترة كده حاجة. هعملها بورق الاعمال. عندي ورق اعمال احمر وورق اعمال اخضر. ورق الاعمال الاخضر هنعمل عليه دوائر مثلا تكون مساحتها 10 سنتي، والاحمر هتبقى مساحته مثلا 8 سنتي، بحيث لما نيجي نحطهم مع بعض يبقى الاخضر تحت باين منه ان هو ايه الشكل الخارجي للايه البطيخه، ومن جوه هتبقى اللون الاحمر. سهله وبسيطه خالص. هنبدا نقص الدوائر ديت ونكونها مع بعضنا. خلاص بدا جاهز عندي الدوائر اهي بالشكل ده الاحمر، وعندي اللون الاخضر. ادي مساحة اللون الاخضر وادي مساحة اللون الاحمر، بحيث لما نيجي حاطه الاحمر كده يبقى بالشكل ده واطبق كده، تمام. هلزق بس اللون الاحمر بس اللي هلزقه، هثبته في اللون الاخضر. هجيب الشام بحيث يبقى ثابت وما يتحركش معاه بالشكل ده كده، والجنب التاني برضو بقت عندي جاهزة بالشكل ده. اعمل كمان واحدة، احط اللون الاخضر وبعدين فوق اللون الاحمر واطبقه بالشكل ده كده. ممكن اطبق اللون الاخضر الاول وبعدين احط فوقه اللون الاحمر بالشكل ده، وبعدين اثبت اللون الاحمر في اللون الاخضر كده بالشام، واكمل بقى باقي الاشكال، واكمل باقي الاشكال بالشكل ده كده، وهنلزقها مع بعض. بعد كده هجيب قطعة فوم علشان اثبت عليها الاشكال بتاعتي اللي انا عملتها ديت. كده هحط بالشكل كده، ابدأ احط هنا شمع كده واثبتها كده. بالشكل ده كده. واجيب الشكل التاني واحط له شمع واثبتها برضو جنبها، الزق جنب اللي هو الجنب ده الزقه فيها بالشكل ده كده. كده واجيب التانية برضو احط هنا شمع، اجيب الجزء التاني والزقه برضو فيها تبقى عندي بالشكل ده، ونكمل بقى لحد لما اخلص. خلاص بقت جاهزة عندي البطيخة بالشكل ده، بالشكل ده كده طبعا متقطعة. هعمل فيها البذور بقى زي ما انتم شايفين كده، هعمل فيها بذور ملامس كده، ملامس بسيطة بالشكل ده كده. بكده تكون كملت شكل البطيخة، وسهلة وبسيطة خالص، ما خدتش مني وقت خالص والله. جربوها ان شاء الله تعجبكم، سواء انتوا في شغل في الحضانة سواء طفلك في البيت. سهلة وبسيطة خالص، ويا رب تعجبكم.